السلام عليكم، جمعة مباركة لكل إخواني وأخواتي في هذا الفضاء الواسع. بمناسبة اقتراب شهر رمضان أتمنى لكم صوم مقبول وذنب مغفور. أردت أن أشكر بعض القنوات التي ما زالت ولا زالت تتبادل المساعدات بكل صدق ومحبة، وألوم على بعض القنوات التي لا ترى إلا مصلحتها. وأقول لهم سامحكم الله. السلام عليكم.